يقول نصحنا بعض المشايخ في دراستنا للفقه أن ندرس الفقه على أحد المذاهب الفقهية، ونجد بعض المسائل تخالف فتاوى أهل العلم كالشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، فماذا نفعل؟ هل نقدم ما في المذهب أم ما في الفتوى؟ يا أخي الدراسة غير العمل، الدراسة تدرس الفقه على ما هو عليه، أما عند العمل عند الفتوى أن تأخذ الراجح، تعمل بالراجح إذا صار عندك قدرة على الترجيح، وإذا لم يكن عندك قدرة على الترجيح اسأل أهل العلم. أنت الآن تعلم الفقه على أحد المذاهب الأربعة ولا تفتي به ولا تعمل به إلا بعد ما تتأكد من دليله ومستنده.